يكون معانا النهارده في السادسه واحد من نجوم الكالتشيو، لاعب لروما، لاعب لنابولي، لاعب لليوفي، مانويلي بلاتي، طبعا نجم الكره الايطاليه معانا في السادسه. بدايه طبعا لازم ارحب بيك واشكرك على ظهورك معانا على شاشه النادي الاهلي. شكرا لكم على استضافة مانويل بلاتي، فخر لي الظهور على قناة الأهلي، واحد من أفضل الأندية على مستوى العالم نظرا لأرقام ولأفريقيا. لهذا فخر لي الظهور على قناة الأهلي، وأيضا أستغل الفرصة من أجل أن أقدم أكبر تهاني لمنتخب مصر على صعود وفوزه على الجابون منذ قليل وتصدره للمجموعة، وسيلعب مرحلة البلاي أوف، وهذا ستكون نقطة إيجابية للعديد من اللاعبين المصريين المهمين أمام محمد صلاح للصعود لكأس العالم. ولهذا مساء الخير لكم.